السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الآن الروافض هم الذين قاموا بالرد على ذو الفرار الناصبي. الحمد لله الذي جعل للفيديوهات التي قمنا بعملها عن الولد ذو الفرار الناصبي ثمرة لعوام الشيعة. قاموا يجادلونه في شعيرة التطيين. تتذكرون شعيرة التطيين؟ إذا ما يفعله الشيعة اليوم من رمي التراب على رأسهم والتطيين يتشبهون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا له أن هذه شعيرة خنزيرية يفعلها الشيعة الإمامية. ثم استدل علينا بحديث عبد الله بن عباس، تتذكرونه؟ عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر. ابن عباس رأى رسول الله أشعث أغبر. فقلنا له أن هذه رؤيا منامية، حتى وإن كانت حقيقة فلا يصلح الاستدلال بها على فقه شرعي، تتذكرون؟ ونقلنا ثلاث فيديوهات للسلقلقي ياسر الخسيس، وهذا فيديو منهم. حتى ما يعتبر أنه منام صادق، إن ثبت أنه منام صادق فلا حجية فيه شرعا. شنو يعني لا حجية فيه شرعا؟ يعني ما يترتب عليه أثر شرعي. الآن حينما طالبنا ذو الفرار الناصبي، قلنا له كمال الحيدري، وكلاء السيستاني، خامنئي، اليعقوبي، الصرخي وغيرهم من كبار المراجع الموجودين الآن يقولون أن هذه شعيرة مستحدثة، فاعطنا دليل على هذه الشعيرة لعوام الشيعة قد يقوموا بالتطيين. فما استطاع ذو الفرار الناصبي أن يأتي بدليل إلا بحديث ابن عباس. قلنا له نريدك أن تأتي بحديث من كتب الإمامية لعوام الشيعة على جواز التطيين، فما كان منه إلا أنه تخرص. فقام الشيعة بمجادلة هذا الولد بما قلناه من قبل. شاهدوا، شاهد أخي الكريم، هذا جروب رافضي، وشاهد هذا المدعو طويل بعلم ماذا يقول. يقول: هل الأحكام الشرعية تؤخذ من المنام؟ يعني بمجرد ترى منام من المعصوم يقول كذا وكذا يكون حجة أم ليس بحجة؟ فقال رافضي ويفتخر بالمتعة: ليس بحجة. فقال له: إذن كيف جعل الصديق ذو الفقار رؤيا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يجمع الدم في قارورة وأنه أشعث أغبر حجة ويستدل بها على المخالفين؟ الجروب سيجن، لماذا فعل هذا الولد هذا الأمر؟ فتخرس الجميع، حتى رافضي ويفتخر بالمتعة وبقية من هم في الجروب كما ترى أكثر من 4926 عضو، لم يجب واحد على هذا السؤال. أصبح الروافض هم من يحاججون ذو الفرار الناصبي بما نلزمه به. سلوه يا بقية الشيعة، لماذا لم يرد علينا أو يرد على هؤلاء الشيعة الروافض الذين تكلموا بهذا الكلام؟ سألوا لماذا يتجاهل الرد علينا ويتجاهل الرد على هؤلاء؟ نحن سألناه 11 إلزاما في هذا الحديث وسنعيدها الآن. سألوا لماذا لم يرد على إلزام واحد، بل سنجعلها في هذه الليلة 12 إلزاما. الإلزام الأول: هل يجوز أن تستدل برؤية منامية على مسألة فقهية بعد فيديو شيخك السلقلقي ياسر الخسيس؟ رقم 2: هل تأخذ دينك من ابن عباس؟ ألم ننقل من قبل أن ياسر الخسيس قال أن ابن عباس خائن وعندكم أعمى الله بصيرته هو والعباس أبوه عياذا بالله رضي الله عنهما؟ فهل تأخذ دينك من خائن؟ لم يرد على الإلزام الثاني. الإلزام الثالث: هل رأى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم هو يأخذ ماء يضع على طين ثم يتطين ويمسح في جسده ويفعل، هل رأى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يا كذاب؟ أشعث أغبر، هل منها أنه أخذ ماء وتطين؟ لم ترد على ذلك. هل رأى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الزجاج يطبر يضرب بالزناجيل يمشي على الجمر؟ لم يرد على ذلك. الإلزام الرابع: هل فعل ابن عباس ما رآه في الرؤيا؟ إن كانت رؤيا وسنة، فهل فعلها ابن عباس وتطين؟ لم يرد على هذا. الإلزام الخامس: هل من سمع الحديث من ابن عباس رضي الله عنهما هل فعل ما سمع هذه الرؤيا؟ وليس رؤيا، هل من سمع بهذه الرؤيا فعل ما سمعه من ابن عباس؟
لم يرد على ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان حيا الزم السادس، فهل فعل علي ما سمعه من ابن عباس رضي الله عنهما؟ لم يرد على هذا. هل فعل أحد من بني هاشم أو الحسن أو أي أحد من بني هاشم، هل فعلوا ما سمعوه من ابن عباس في الرؤية؟ لم يرد على هذا. الإلزام الثامن، تحدينا ذو الفرار الناصبي أن يأتي برواية مكذوبة، يعني أنا أقول مكذوبة، لن أتحدث معك لا في سند ولا في مد، مكذوبة موجودة في كتب الشيعة أن الأئمة يقولون لشيعتهم تطينوا على الحسين فإن التطين أجر عظيم، خذوا الماء وضعوه على التراب وتطينوا على الحسين. نتحدك اعطنا رواية. لم يرد على هذا. سألوا يا شيعة لماذا لم يرد على أي سؤال من هذا؟ كل يوم ينزل مقطع أو مقطعين، لماذا لم يرد لو على إلزام واحد فقط؟ الإلزام التاسع، زين العابدين كان مع أبيه الحسين رضي الله عنه في كربلاء، فلماذا لم يتطين في كربلاء؟ طب انتهى موضوع كربلاء وقتل الحسين، استشهد الشهيد السعيد ولعن الله قاتليه، لماذا لم يفعل زين العابدين شعيرة التطين في كل عام؟ لماذا لم يجعلها سنة؟ لم يرد على هذا الإلزام التاسع. الإلزام العاشر، بقية آل البيت الذين كانوا مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء الذين نجوا، هؤلاء هل فعلوا شعيرة التطين يا ذو الفرار الناصبي، يا من تكذب على عوام الشيعة؟ الإلزام الحادي عشر، وبرضو مش هيرد، رواية في كامل الزيارات، والمهاجر قال كما عرضنا من قبل أو كما بينا من قبل أن كتاب كامل الزيارات كله صحيح، أن الحسين رضي الله عنه كان في كربلاء حزينا مكروبا شعثا مغبرا جائعا عطشانا، شعثا مغبرا عطشانا. فهل الحسين انت شعثا مغبرا، هل كان عليه طين؟ شعث مغبر عطشانة، يعني ما فيش ماء، يا كذاب، يا من تدلس على الشيعة. فإن أردت أن تفسر رؤية شعث مغبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسين كان شعثا مغبرا عطشانا، فهل بقى جاب ماء ومرضاش يشرب ولا هو ولا اللي معاه، وحط ماء على التراب وأخذ يتطين ويتين الذين معه؟ إلى متى تكذب يا ذو الفرار على عوام الشيعة؟ الآن هم من يجادلونك، الآن هم الذين يأخذون كلام رمي عيسى ويجادلونك به لأنك فرار لم ترد على هذا. الإلزام الثاني عشر، 12 إلزاما على عدد الأئمة 12، كمال الحيدري السرخي، كثير من مراجع الشيعة وكلاء السيستاني، كثير من مراجع الشيعة المعاصرين قالوا بأن التطيين شعيرة مستحدثة، التطيين شعيرة مستحدثة، حتى أنهم قالوا أنها ظهرت بعد موت صدام. فنحن نتحدى الولد ذو الفرار الناصبي، من أول من تطين على الحسين؟ هل تستطيع أن ترد على هذا السؤال يا ذو الفرار الناصبي؟ من أول من تطين على الحسين؟ تعلمون يا شيعة؟ لن يرد على أي إلزام، وغدا ستذكرون لأني أعيد هذه الإلزامات كل فترة، والولد أصم أبكم أعمى لا يتحدث عن هذه الإلزامات ولا يراها، لكن ما يفرحني أن عوام الشيعة يرون هذه الإلزامات ويشغلون عقولهم. تعلمون يا شيعة، ذو الفرار لا يريدكم فقط أن تتطينوا على الحسين، يريد منكم أن تخرجوا نساءكم وأمهاتكم يتطينون وسط الرجال ويضربون هكذا ويتطينون. شاهدوا بكلام ذو الفرار الناصبي الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدوا هذه المرأة العجوز ماذا تفعل وسط الرجال. علمت يا شيعي لماذا ذو الفرار لا يريد أن يتطين؟ سيكون مسخرة هكذا، سيكون أضحوك. أنت ترضى لأمك أن تفعل هذا يا شيعي؟ احذر، اسمع كلام رامي عيسى ولا تسمع كلام هذا الولد ذو الفرار الناصبي الذي لم يأتي لك بدليل من أقوال الآئمة عليهم السلام، ولم يرد على 12 إلزاما. وفي الختام، أيها الشيعي، المسألة جنة ونار، وأنا ورب الكعبة أتمنى لك الجنة، فانجو بنفسك من دين المراجع والمعممين.